finish, he would send me. Careful, Milo. الحمد لله على السلامة أول شيء. الله يسلمك. طريقتك كثير نادرة، بس البوب ستار لما بيغيب وبيعود أكيد محضرنا شيء جديد. تعالوا سألتكم أنا بسألك. أنا سألينك أكثر، تغيير شو الهدف منه؟ في شيء جديد عم نحضره ولا يمكن في يمكن فيلم ممكن نصوره ما بعرف. لا عم نحضره ولا عم نصوره. الموضوع بس إنه هيك يعني يطلع فجأة مش كمان شيء يعني ما بكون عم بفكر اني لازم اعمل لوك يعني فيلم العمل عم بركز كثير على الالبوم وعلى الاغاني بس بيطلع فجاه انا بحب التغيير بطبيعتي يعني مش ضروري يكون كرمال هلا كيف بدكم كنا عم نحضره مع الفنان احمد عدوية تفاصيل عن هذا اللوك استاذ احمد بدي له تحيه كثير كبيره كان لي الشرف اني اتعامل معه بهذا الديو يلي صار اني كنت عم بسمع اغاني للالبوم مع استاذ محمد يحيى وفي اغاني كثير ما مرقت ستيلي بالالوان فقلنا انه بنرجع نقعد قعده ثانيه مره ثالثه مسكت عود بعيد بين العود انا مسكت عود وعبد وزنه في مقام غنيته وقال لي في افتاح سمعه لك كنت قاعد انا وناس اصحابي من غنيين كتبناه انا وايمن مهدي الله يرحمه بنضحك وبسمع الافتاح مش براسه انه سمعني اياه ابدا حبيت الغنيه قلت له الغنيه رح تسرق ما صدق اني راح اخذ غني فعلا وقلت له لازم يكون فيها احمد عربي فالموضوع كله كان صدفه اتصلت بالاستاذ احمد دعاني على البيت لعنده انسان بكمل الاحترام والاخلاق والذوق سمع الغنيه غنيناها ثاني يوم تقريبا وصورناها هلا بيوتيوب رح ننزلها تقريبا متى المفروض جمعه الجاي ماكسيموم لانه الغنيه معي والفيديو كليب معي كثير غنيين تموا عندي التصوير تم مع مخرج جديد اسمه بطول عرفه حبيت اني اطلق هيدي المخرجه لانه موهوب كثير ومدير التصوير كان محسن احمد فكره كثير منظومه بقلب محل مصري كثير يعني تراديشنال تقريبا ضمن اطار كثير مرتب وهيك عاده فنان بنزل سينجل ورا سينجل رامي عنده دويتو ورا دويتو قبل دويتو هلا مع احمد عربية اللي رح يدخل النور قريبا اذا قدرت، في بيتو ايضا بالالبوم بالعكس مع جامر الياشي، انت والفنانه عبير نعم. عبير بحبها كثير وبالصدفه قالوا لي عبير ما ترددت ولا ثانيه لانه فعلا بحب صوتها حتى بسمع لها كمان وغنت الغنيه بطريقه تقريبا مثلي، يعني انا عملت كاركتر للغنيه ولا غنيت ولا قربت ولا شيء، عملت كاركتر هيك أسرح إذا بدي وهي كمان غنت من قلبها وهيك الغنية ناجحة كثير وكثير محبوبة وأنا كثير بتمنى له التوفيق لجمالي والله ينشفه ويوفقه ويكل أعماله. هل أغنية تصورت كمان؟ لا صوروها أنيميتد يعني ما مش ما كنت أنا موجود بالكليب بس هي تجي عند الخي والصبي القديم رمادي دياش يعني وإن شاء الله طريق طويل إن شاء الله. إن شاء الله. رامي كمان عنا تحضيرات البوم هلا، شو الجديد اللي بدك تطرحه على الساحه الفنيه بعمل؟ البومي انتهى من هذا تقريبا في اخر التوزيع عم نوزع، الالبوم نوع كثير كثير اغاني جديده لاول مره بغنيها وبفوت فيها كثير. اين بدنا نشوف الالبوم؟ مفروض بهالشهرين ماكسيموم، هلا نزل السنجل تبع انا وعدوية يعني مركز عليها كثير اكثر من الالبوم يا دنيا المحبوب كنت بتتمنى تكون يوم من الايام كابتن سجاره؟ ايه رح كون طبعا اي متى؟ لاني بعدني ماشي باللايسنس تبعي وعلى طول استثنى تقريبا هلا يعني بدي بعد فتره كثير فوق على حالي ان شاء الله بنعمل ريبورتاج معك احلى ريبورتاج بتطلع بتخافي؟ معك لا انا عيني وراسي والله لما تعرفي معكم جنى انا هنا